مستعدون لنبدأ مغامرتنا هذا اليوم يا أصدقاء؟ لكن أولاً اضغطوا على زر الاشتراك كي لا تفوتكم أي حلقة من حلقات كاتولي الجديدة. هيا بنا لننطلق الآن. اسمعوا خرير مياه النهر. هل تسمعون خرير النهر؟ احذروا وأنتم تسيرون لنعبر النهر. في الغابات من يقطن الغابات؟ الغرير وابن عرس، اليعسوب والضفدع، النمل والعناكب، الخنافس والغزلان، الدببة والأفاعي، الحلزون والديدان، القيق الأزرق والوحاكي والدوري أيضا. 1 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5. فاكهة الخرمسي اللذيذة. أمي، لون هذه الورقة يشبه لوني. إنها صفراء فاقعة مثلك يا تشيب. ولما تغير لون الأوراق؟ عندما يأتي الخريف يتحول لون أوراق الشجر إلى الأصفر، وبعض الأشجار تعطينا الفاكهة الشهية. هذا رائع حقا. التحدث عن الأكل جعلني أشعر بالجوع. هيا لنذهب ونجني فاكهة الخرمسي. موافقون. ها؟ لا أرى أي ثمرة. أريد أن أتذوق فاكهة الخرمسي. سأجني لكم ثمار الخرمسي من أي مكان آخر، انتظروني في هذا المكان، اتفقنا؟ حسناً. أنا قادم لأجني فاكهة الخرمسي. ثمار الخرمسي؟ أكلتموها جميعاً في غيابي؟ لم نأكل أياً منها. حسناً، وجدتها. سأذهب إلى مكاني السري. مكان سري؟ نعم. دعنا نذهب معك. لا، هذا مكاني السري، ابتعدوا. من فضلك أيها السجاب، نرجو. حسناً حسناً، لكن أتنصتون إلي؟ موافقون. أجل. من هنا. رائع، إنها فاكهة الخرمسي. لنجني هذه الثمار الشهية. ما الذي يجري؟ أترون المنزل الغريب الذي هناك؟ ففي هذا المنزل حيوان كبير يدعى الكلب، وهو ذو فك قوي وأسنان حادة وزمجرة مخيفة. حاولوا ألا تنقذوه، اتفقنا؟ حسنا. هيا اتبعوني. ابقوا في هذا المكان. سأحاول رمي الثمار، التقطوها. حسناً، هيا. اسقطي. ستسقط، التقطوها. لا، استيقظ، هيا ابتعدوا عنه. لنجوا بأنفسنا يا أصدقاء. يا صغار، أحبائي، لقد عدت. ترى أين ذهبوا؟ Oh, 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 oh,
أمسك بها يا تشيب. مغامرتك توري هذا اليوم، نرجو أنها قد نالت إعجابكم، لكن مغامرات الأخوة الأربعة مستمرة، لذا اضغطوا على زر الاشتراك ليصل إليكم إشعار الحلقات الجديدة.